كما كان أمن ولاية سيدي بلعباس في عمليتين نوعيتين من حجز 10,000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ميليغرام. العملية مكنت من توقيف 6 أشخاص متورطين في حيازة النقل وترويج المؤثرات العقلية وحجز 53 مليون سنتيم تعتبر من عائدات الترويج. وللمزيد من المعلومات معنا من سيدي بلعباس مراسل قناة الحياة الجزائرية زميل صحي عاشور. عاشور أهلا بك. أهلا بك زميلي رفيق، تحية لك تحية لكم زملاء المشرفين على الحصة. عاشور، إذن عملية أخرى عملية نوعية ضد المروجي للمخدرات في ولاية سيدي بلعباس. نعم زميلي، شرطة سيدي بلعباس ككل مرة في عمليتين نوعيتين تمكنت من توقيف 3 أشخاص وحج أكثر من 10,000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، حيث تعتبر هذه العملية هي يعني مهمة خاصة يعني في الأونة الأخيرة، يعني تم يعني حل قضايا كثيرة مشابهة يعني تم حج على إثرها آلاف أقراص مهلوسة على مستوى ولاية سيدي بلعباس. عاشور، وهل كانت هذه الكمية تستهدف ولاية سيدي بلعباس أم الولايات المجاورة؟ في الحقيقة زميلي سيدي بلعباس أصبحت تعتبر ولاية استراتيجية ومهمة لهذه العصابات الإجرامية لترويج المخدرات خاصة بكل أنواعها، خاصة وأنها تعتبر همزة وصل بين جميع الولايات الغرب الجزائري، ما يسهل عليهم التنقل بكل سهولة إلى الولايات المجاورة في الغرب الجزائري. لكن قوات الشرطة بالتنسيق مع فرق الضابط الوطني تقوم بعمل جبار في الآونة الأخيرة عبر إقليم الولاية للتصدي لأي عملية إجرامية مثل هذه، والنتيجة في ظرف شهرين تم تسجيل حوالي 20 قضية تخص الاتجار الغير قانوني بالمخدرات. عاشور، وهل المشتبه فيهم من سكان ولاية سيدي بلعباس؟ نعم زميلي، المشتبه بهم هم من ولاية سيدي بلعباس وولاية أخرى مجاورة، لأن مثل هكذا كمية تعتبر مهمة وتقسم على مستوى ولايات مجاورة لترويجها فور وصولها مباشرة إلى ولاية سيدي بلعباس. عاشور، وهل هناك ربما عملية تحسيسية بالتوازي للتوعية من مخاطر المهلوسات في أوساط الشباب؟ في الحقيقة زميلي يعني بدأت عملية تحسيسية يعني تعود خاصة على مستوى المدارس والثانويات، وهذا بهدف توعية الناس بمخاطر المهلوسات لا سيما في أوساط الشباب. صحيح عاشور، مراسل قناة الحياة الجزائرية من ولاية سيدي بلعباس، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف مدعومة بوحدات الجيش الوطني الشعبي من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 3 أفراد يحترفون ترويج المخدرات الصلبة كوكايين والمؤثرات العقلية. العملية مكنت من حجز 580 غرام من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين وأكثر من 7,000 قرص مهلوس. وللمزيد من التفاصيل نرب اتصال بزميلة إيمان جنيدي مراسلة قناة الحياة الجزائرية من ولاية سطيف. إيمان أهلا بك. أهلا بك رفيق. إيمان، كيف تمت هذه العملية النوعية من طرف قوات الأمن والجيش الوطني؟ نعم رفيق، كعادتها مصالح أمن ولاية سطيف تبدأ في عملها. هذه المرة تمكنت رفقة وحدات الجيش الوطني الشعبي الممثل في الناحية العسكرية الخامسة من استغلال بعض المعلومات تفيد بتحركات مشبوهة لثلاث أشخاص كانوا يشكلون شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال ترويج المخدرات الصلبة، حيث تم إعداد استراتيجية أمنية جد محكمة، وهو الأمر الذي سمح بإلقاء القبض على هذه الأشخاص المشتبه فيهم. وتم حجز الكمية التي ذكرتها قبل قليل 580 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين وأكثر من 7,260 كبسولة من أدوية مؤثرة عقليا، وكذلك 160 مليون سنتيم من عائدات الترويج. إيمان، هل عرف مصدر هذه السموم؟
نعم رفيق، التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة مصدر هذه السموم وحتى المجرمين الذين أغرقوا الولاية بهذه السموم، لكن المهم أن أفراد العصابة الناشطة على مستوى ولاية طيف تقريبا وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي ضدهم وأحيلوا أمام الجهات القضائية المختصة. وهل كانت موجهة هذه السموم إلى سطيف أم ربما إلى الولايات المجاورة؟ هي يرجح نعم أن هذه السموم كانت موجهة للمنطقة، ولكن يعني سواء كانت موجهة لولاية سطيف ولا لأي ولاية أخرى هذا الأمر ينكره المجتمع بشكل عام. وهل كما سألت صحيح عاشور، هل هناك ربما حملات تحسيسية في أوساط الشباب في ظل هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الشباب؟ نعم هناك دائما حملات تحسيسية للشباب موجهة للشباب كافة بخصوص عمليات ترويج التي تستهدفهم، يعني يكون جاي خفار على الأقل ما يروجوش مخدرات الشباب أقل من 18 سنة حتى 40 سنة 50 سنة حتى ربما أطفال المدارس لم يسلموا من هذه الأفعال. حتى أطفال المدارس والجامعات التي رأيها أن أصبحت ترويج داخل أسوارها بشكل عادي. إيمان جنيدي مراسلة قناة الحياة الجزائرية من ولاية سطيف، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. تمكنت مصالح الأمن الحضاري الخامس بولاية تبسة من تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة التقليدية وتوقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولايتي تبسة وخنشلة. العملية مكنت من حجز معدات ورشة خاصة لصناعة وتركيب الأسلحة وتوقيف شخص ثالث متورط في القضية وتحديد هوية شخصين آخرين لا زال في حالة فرار. ولمعرفة المزيد حول هذه القضية معنا من ولاية تبسة الزميل رشيد بوزقارة. رشيد أهلا بك. أهلا زميلي رفيق، مساء الخير. رشيد، ما تفاصيل هذه القضية؟ نعم رفيق، العملية جاءت بعد استغلال معلومات وردت إلى مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخامس، مفادها عزل مجموعة من الأشخاص نقل والمتاجرة بأسلحة نارية محظورة تقليدية الصنع. واستغلالا للمعلومات المذكورة تم نصب كمين لسيارة بمدخل مدينة تبسة كان على متنها شخصين. تفتيش السيارة مكن من العثور على حقيبة ظهر تحتوي على أربعة أسلحة نارية تقليدية عيار 16 ملليمتر. على الفور تم توقيف اثنين مشتبه فيهما وفتح تحقيق بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا. واستمرارا لذات التحقيق تم استخراج إذن لتمديد الاختصاص إلى ولاية خنشلة وتفتيش أربع منازل، مما مكن من اكتشاف ورشة سرية معدة لصناعة وتركيب الأسلحة النارية التقليدية الصنع. وعليه تم استرجاع ثلاث أسلحة نارية أخرى وسلاح آخر طور الإنجاز ليصل مجموع الأسلحة المسترجعة إلى ثمانية أسلحة تقليدية في الصنع. تم توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق والذين قدموا أمام النيابة المختصة. رشيد، وما طبيعة الأسلحة التي كانت تصنعها هذه الورشة؟ ذات المصادر الأمنية أكدت على أنها ورشة لصناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة من الصنف الخامس. وقد عثر بذات الورشة على قضبان حديدية تستعمل كماسورة وبعض المعدات التي تدخل في صناعة وتركيب الأسلحة النارية التقليدية وعلى كمية من الخراطيش الفارغة والمملوءة. رشيد، وما ربما هذه الأسلحة ماذا يمكن العمل بها؟ هل هي ربما للصيد أم ربما يمكن أن تستخدم في أعمال أخرى كأعمال إرهابية أو أعمال إجرامية؟ لا، هي أسلحة كانت معدة للصيد زميلي رفيق. رشيد، وهل هناك معلومات حول المشتبه فيه؟ المشتبه فيهم خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 58 سنة، ثلاثة منهم موقوفين، تحديد هوية شخصين آخرين لا زال في حال فرار، المشتبه فيهم ينحدرون من ولاية تبسة وخنشلة وكلهم مسبوقين قضائيا ما عدا شخص واحد. رشيد بوزقارة مراسل قناة الحياة الجزائرية من ولاية تبسة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
وضعت عناصر أمن ضائرة الرقاصة التابعة لأمن ولاية البيض حدا لنشاط مذبح سري ينعدم لأدنى شروط النظافة وحزها أكثر من 4 قناطير لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك. وفي ذات السياق قامت مصالح الأمن والصحة والبيئة بأفل بولاية الأغواط من حز وإتلاف كميات معتبرة من الدجاج في مذبح غير شرعي يفتقر لأدنى شروط النظافة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا من العاصمة سيد مصطفى زبدي رئيس منظمة حماية المستهلك. سيدي أهلا بك. أهلا، مساء الخير سيدي. إذا تتكرر هذه المشاهد رغم ربما المحاولات لكبحها لكن كل مرة تتكرر، ما أين الخلل؟ بالفعل هذه مشاهد تتكرر على مدى سنة بأكملها، وهي وضعيات طبيعة الحال تضر بمصالح المادية والمعنوية للمستهلك الجزائري، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمنتوجات فاسدة فبطبيعة الحال راح تؤدي به إلى أعراض صحية وخيمة وممكن تؤدي به حتى إلى الوفاة. الضعف أنه هذه اللحوم من مواد سريعة التلف، وأن سلسلة تسويقها حتى يعني في تربيتها تتطلب مراقبة لصيقة. الآن لما نشوف أنه هنالك مذابح غير شرعية فالمسؤولية أولا يتحملها صاحب المذبحة، ولكن أيضا المواطن لديه مسؤولية أخلاقية لأجل التبليغ، لأن هذه ظاهرة متعلقة بالمذابح الغير قانونية ظاهرة انتشرت، وبالتالي لا يمكن يعني اكتشافها إذا ما كانش هنالك حس مدني حس وطني في التبليغ. أما فيما يخص في سلسلة التسويق فبطبيعة الحال يعني من المفروض أن هذه المنتوجات سريعة التلف عندها مدة يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة أو في المحل، وبعد ذلك فلا بد أن لا تكون يعني معروضة. وهنا كمنظمة نتلقاو عديد من الشكاوى أن الإنسان شرى دواجن وراح ولقاها أكرمكم الله يعني ذات رائحة كريهة، هذه مسؤولية تحتاج بطبيعة الحال، لا يمكن أن يبيع سما للمستهلك الجزائري. وإذا ما كانت هنالك منتوجات يعني بقت عنده فهذا هي تجارة فيها ربح وفيها خسارة، ولا يمكن أن يتخلص منها معرضا حياة زبائنه للخطر. سيدي، وهل ربما المواجهة القانونية وحدها تكفي؟ طبيعة الحال لابد أن نتصدى لمثل هذه السلوكات يعني بشتى الطرق. أولا لابد أن تكون هنالك عملية تحسيسية، وأيضا عملية ردعية، عملية رقابية، هذه كلها جملة من الإجراءات التي تتماشى مع بعضها ولا يمكن فصل واحدة عن الأخرى، لأن الخطأ فيها يؤدي بحياة ممكن يعني مجموعة كاملة من الأفراد. يعني تخيل أنه لما يتعلق الأمر بدجاج فاسد ويروح إلى مطاعم مدرسية أو مطاعم جامعية، تخيل أخي الكريم الكارثة التي يمكن أن تنجر عن هذا الأمر. سيدي، هل ربما يجب الآن التوجه نحو تشديد الإجراءات القانونية ضد هؤلاء؟ طبيعة الحال هذا هو الأمر الذي يجب، ولابد من مضاعفة الدورات التفتيشية الرقابية. هنالك عدة مصالح من مسؤوليتها هذه الرقابة، عندنا مكاتب الوقاية والنظافة التابعة للبلديات، عندنا أعوان مديرية التجارة، عندنا أيضا المستهلك الذي لابد أن يكون حلقة قوية في هذا الأمر. ولكن للأسف الشديد المستهلك الجزائري عندنا أحيانا ما نعموش، ولكن أحيانا قاعدة اختراصي، لما يكون الأمر غير معني به فإنه لا يبالي، ويمكن أن يصيبها يعني تصيب الفاجعة أو الكارثة أحد أعضاء من أسرته. يعني هذه مسؤولية الجميع، وأيضا لابد أعتقد أنه لابد من تجديد العقوبات. هذه العقوبات هذه البسيطة خاصة إذا ما تعلق الأمر بمنتوجات سريعة التلف يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية يعني ومنها حتى الوفاة، أعتقد أنه لابد من تجديد العقوبات في هذا المجال. ولو نعتقد أنه المشرع عنده دور مهم جدا يعني حتى لا يتسامح في مثل هكذا أمور. وفي الأخير سيدي، ما هي ربما رسالة يمكن توجيهها لمثل هؤلاء وحتى المستهلك؟ نقول لهم يخافوا ربي، هذه أولا. ثانيا هذه المنتوجات يعني مثل ما يحاولون خداع المستهلك، فيمكن أن يكون تاجرا أيضا من الجهة الأخرى سوف يخدعه أو يخدع أهله.
يعني بطبيعة الحال التجارة هي أمانة وهي علاقات وهي مهنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فمن غير المعقول أن نترك البعض يعني يدنسون هذا النشاط، وعليهم أيضا بتطهير هذه المجالات المختلفة خاصة في الأغذية. أما المستهلك فلابد أن يكون مبلغا، لابد أن يراقب السلعة، لابد أن يرى يعني المواصفات تاعها كانت جيدة أو لا، وأهم شيء لما يكون يعني يقتني هذه المنتوجات يعني من محلات يشوف شهادة بيطارية. لازم نعرفوا أن الدواجن لابد أن تكون فيها شهادة بيطارية يومية، يعني لكل الدواجن التي تم ذبحها على مستوى مذابح شرعية، وهذا الأمر إذا ما كانش ما تكونش عنده شهادة بيطارية، وبالتالي لابد أن يلاحظ هذه الأمور ولابد أن يطلبها ولابد أن تكون أمام مرأة. السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك من العاصمة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أعلنت بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة عن تنظيم تظاهرة يوم بدون سيارات خلال العطلة المدرسية الشتوية، وستشهد التظاهرة تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية الفنية التربوية الترفيهية والرياضية، بالإضافة كذلك إلى مفاجآت عديدة للأطفال على طول المسلك المؤدي من ساحة أوذان إلى أدراج البريد المركزي. وبهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أخبار الولايات، دمتم فرعت له حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.